السلام عليكم. عبد الابيض رئيس المكتب الفرع الاقليمي للهيئه المغربيه لحمايه المواطنه والمال العام بالجديده. كنتفاجئوا اليوم ان بمنتجع سيدي بوزيد ان بعض الفيلات قاموا باحتلال واستيلاء على الملك العام او الملك البحري. لهذا كنوجه السؤال ديالنا الى الناس المسؤولين والصاهرين على حمايه الملك البحري، واش ما وليس في علمهم ان هاد الناس قاموا ببناء مسابح واستيلاء على الملك البحري. عيب وعار اننا نحن بمنتجع سيدي بوزيد اللي هو واحد دعامه اقتصاديه للمنطقه، لانه كيكون ان منتجع سيدي بوزيد هو سياحي، كنتفاجئوا به انه هاد الناس قاموا باحتلال واستغلال الملك البحري بدون ان تتحرك اي جهه مسؤوله على هذه الحمايه. وهذا كيضر بالبيئه، كيضر بالمياه البحريه، كيضر بالطحالب البحريه. كنشوفوا ان هنا حتى في الشاطئ تواجد الازبال، المواد ديال البناء، الاسمده والحديد، هذا الشيء كامل كيأثر على المياه البحريه وكيأثر على البيئه. لهذا كنوجهوا الرساله ديالنا الى المسؤولين على هذا القطاع ولا السلطة المحلية وإلى مجلس جماعة مور عبد الله باش يتحركوا ويجلسوا مع الناس يشوفوا الوراق اللي عندهم، شحال عندهم في المتراج، شحال القانون اللي عاطيهم، شحال شارين من مترو، يخليوا لهم وما تبقى يقوموا بإزاحته وهدمه. لأننا ما نسكتوش على هذه الحالة وما نسكتوش على هذا الشيء اللي كانت مراقبة ما يبنيوش. هذا راه جواب باين، لان كتكون مراقبه وحفاظ على الملك البحري، دونك الناس ما غيبنيوش، ما يزيدوش قدام، ما يتوسعوش. علاش هاد الناس ما توسعوش؟ لان كنشوف هذا هو الحد اللي معطيهم اللي شارين به الناس، ولكن كنتفاجئوا ان هاد الناس زادوا لقدام بزاف وبناوا مسابح. دونك زاد هاد 200 متر ولا شحال، غدا غيبقى لي واحد 100 متر ويوصل الرمال على يوصل المياه البحريه، ولا كاع يقدر يدير شي بومبه ولا ياخذ الماء من البحر. اللي تسكت عليه غيزيد، لان حاجه اللي سكت عليها كتزاد تطور. لهذا كنعاود ناكدوا اننا نوجهوا الرساله ديالنا الى كل من له غيره او اي مسؤول على جماعه مول عبد الله ولا اقليم الجديده، وكنتمنوا من السيد العام اللي يفتح تحقيق في هذا الموضوع، وكذلك السيد القائد ولا رئيس جماعه مول عبد الله يفتحوا تحقيق في هذا الموضوع، لانه كيمس بالبيئه وكيمس بالملك البحري، يعني ملك الدولة وحاجة ديال الدولة ما خصناش نسكتوا عليها. هادشي راه عيب وعار ان هادشي وقع في هذا الوقت وفي هذا الزمن والناس يستغلوا، لان هذه قليل الناس اللي كيدوزوا من هنايا ويستغلوا. واش ما كايناش مراقبة؟ واش مع هنا كنطرحوا على ما استفهام كبرى كيفاش تبناو هاد الناس وعلاش بناو واستغلوا هادشي. وكنشكركم. السلام عليكم. بالإمام شعيب ابن سيدي بوزيد، حنا ضربنا الغير على سيدي بوزيد وعلى جماعة مولى عبد الله. هادو الناس اللي بانين على البحر خاصهم يهدموا ليهم يريبوا ليهم، ماشي يتخلصوا ولا شي حاجه، ممنوع يبنيو بعدا. عندك 150 في الملك، ما عندهمش تيتات، عندهم ملكيات ولا كونترا. عندك 150 و 150 ديالك اللي كاين على البحر، لا هما اللي على الشارع هما اللي خصهم يتخلصوا منهم. كاين ثاني على الشارع جوج على الجامع، هذاك على الشارع راه كاين واحد 300 400، هادو خصهم يتخلصوا من الجماعه. وهذوك الفلوس كاين شي 4 8 ولا 5 ديال الجماعه مولى عبد الله تما في هذوك الجراد اللي على الشارع يتخلصوا منهم ويصوبوا به سيدي بوزيد لصباع شوي. خليني على الطريق ديال الشارع سيدي بوزيد، دخل داخل سيدي بوزيد صباع عشوائي، راه حشومه سيدي بوزيد كي صباع عشوائي حشومه. يعني سيدي بوزيد كان كيتضرب به الملك مثال، كانوا كيجيو ناس اللي كنعرفوا مع شنو في المغرب وفي العالم كاع كيقول لك سيدي بوزيد حشومه صباع هكا. بزاف الحوايج وما بغيناش نهضروا دابا على الجرادين اللي واخدين ديال جماعه مولى عبد الله ديال الدوله اللي واخدين الاراضي خاصهم لي على الشارع على الجامع على اليمين اللي غادي على البحر، كلهم جايين جرادي خاصهم هذوك يعيطوا لهم ويديروا معهم واحد الثمن 700 ولا 800 درهم ولا 1000 درهم ويخلصوا ويصوبوا بها سيدي بوزيد لداخل. ديك الفلوس يصوبوا بها سيدي بوزيد في الدروبه، حيت الا دخل سيدي بوزيد لداخل راه دوار احسن منه، راه حشومه. هما هادو اللي على البحر اللي واخدين جرادي خصهم يحيدوهم لهم، هذوك ما تقولش يتخلصوا من عندهم، لا راه مراتيم على البحر حشومه يبنيو، راه حشومه ياخذوا الرمله. الرمله تبعت عشوائيه دابا، شو الحجر، شو حاجه الازبال، حاشاكم الازبال اش دايره؟ ملي كنا حنا صغار سيدي بوزيد راه كنا عشاق نعوموا هنا في هذا الشوارج. دابا هذا الشوارج باقي الشوارج ولا اللي عنده شي حاجه قدامه جا الجرادي شو شحال ما خاطر حاج مؤمن، مش كنشكروا ولا شي حاجه كنجاملوا. احترم القانون بنا دارو عوده، ولكن احترم القانون اللي كان عنده خلاه ما زادش، ولكن الاخرين راه كلهم زادوا. ولكن اللي على الطريق الكبيره على تم غادي
على الطريق الكبير وانتم غادي على الجامع وانتم غادي على الليمن، راه كلهم واخدين جرادي ديال الجماعه ملك العام، خاصهم يعيطوا لهم ويديروا معاهم شي ثمن. جماعه مولا عبد الله يديروا معاهم شي ثمن باعضاء برئيسه بكل شيء، ويديروا معاهم شي ثمن وغيخرجوا بواحد 7 مليار ولا 5 ولا 6 يصوبوا بها سيدي بوزيد. هذيك الفلوس يصوبوا بها سيدي بوزيد، فلوس سيدي بوزيد تصوب بها سيدي بوزيد. مي جا واحد باك صاحبي واخذ جرده ومدور بها، كاين اللي شاري دابا دار فيها 150 مدور 200 اخرى على الشارية. ولكن هادو اللي على البحر خصهم يريبوا لهم، ما خصهمش يناقشوا معاهم، هادو خصهم يجيو نطالبوا بعامل اقليم الجديده باش يدير شي لجنه ديالو ويجيو على البحر في سيدي بوزيد الشويريج والهدم، خصهم يريبوا لهم انه ماشي ديالهم وما عندهمش الحق، وغيخرجوا الكونترا ديالهم غيقعدوا 150 في التيتر الى عندهم، راه كاين اللي واخد 400 300. وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.